بكل بساطة يعني القدس هي قلب الأمة العربية والإسلامية، وهي مركز لهذا العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى ثالث الحرمين ومصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. القدس هي أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهي عبارة عن رمز إسلامي لكل مسلم، ويجب الدفاع عنها، وهي مطلوب من كل مسلم وليس فقط من الفلسطينيين. بالنسبة للقدس تعني إنه لكافة العرب والمسلمين شيء مقدس منذ العصور القديمة، والقدس شيء كبير وموجود في قلبنا وقلب المسلمين وقلب العالم كلهيته. فالقدس الجهاد إلى القدس، وهو طريقنا إن شاء الله إلى تحرير هذا القدس من هذا الدنس ومن هذه الخطورة اللي عم بيعانيها الآن القدس. القدس تعني الكثير، القدس في القلب، القدس مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، القدس من الناحية الدينية تعني الكثير، علاقتها في النبي صلى الله عليه وسلم، علاقتها في معتقداتنا الدينية، هذا أولا. ثانيا القدس يعني بالإضافة للأمور اللي حكيناها قبل قليل، الأمور الدينية، العلاقة في الدين، هي يعني أشقائنا العرب، أطفال، نساء تضرب، تنتهك أعراض، وهذا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. افترض أن تكون القدس يعني في قلب كل مؤمن عنده ضمير وشرف. حتى القدس قلب الأمة النابض، قلب الأمة العربية طبعا، والقدس قضية مركزية بالنسبة لنا وخط أحمر بالنسبة للأمة العربية، ولا يجوز نسيانها على مدى الأجيال. احنا من عام 48 من تاريخ الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية، والقدس ما زالت حية في ضمير هذه الأمة، ولن تموت، وستبقى حية دائما إن شاء الله. القدس كل شيء، القدس قدس الأمة العربية والإسلامية، القدس يعني هي ثالث الحرمين. القدس بالنسبة لي ليست منطقة، ليست جغرافيا بحد ذاتها، القدس عمق استراتيجي، عمق تاريخي. القدس هي قضية أعتقد أنها قبل أن تمس المسلمين والعرب تمس كل من له صلة بالإنسانية، فهي تمثل حضارة، تمثل تاريخ منطقة بحد ذاته، مصر الأديان كلها، وهي أيضا من أقدم العواصم السياسية للعالم، فهي مركز متحرك ونابض بالكثير من الأمور التي يغفل عنها المتحدثين عنها للأسف في هذه الأيام، فهي بالتالي منطلق لكل القضايا العربية والقضايا العالمية، هي القضية الأولى بالنسبة لي.